بناء الوعي. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي وان هو المستقبل لولادنا. المستقبل بيحتاج بناء وعي من الطفولة، ودي مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من فترة معنية ببناء الوعي من مرحلة الطفولة. قعدنا سنوات كتير نقول إمتى هيكون عندنا مسلسلات أطفال خاصة بالأطفال، كرتون محترم يليق بأطفالنا، يعلمهم مبادئ كتير وحاجات مهمة ومفيدة، بدل ما أطفالنا يتجهوا لقنوات ما احناش عارفين ايه محتواها بالظبط تحديدا. انت الأب أو الأم بيسيب طفله يتفرج على مسلسلات الكرتون علشان يرتاح منه، أو الأم ترتاح منها شوية الطفلة أو الطفل، والله أعلم ايه المحتوى. عشان كده الشركة المتحدة في سبتمبر 2022 أعلنت عن خطة شاملة لأكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، وده تم انطلاقه بالفعل من خلال برامج زي برنامج رحلة سعيدة وبرضو يحيى وكنوز الكل اللي عارفه طبعا وتابع منه أجزاء، وأطفال الحياة وغيرها. حتى في مجال الرياضة شفنا برنامج كابيتانو اللي بيهتم بنمو الأطفال وتربيتهم رياضيا وثقافيا. طيب واتشت، منصة واتشت تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، امبارح 17 أغسطس أعلنت عن بدء إطلاق المسلسل الكرتون الأطفال ديسكفري. ديسكفري مسلسل مبني على فكرة اللي هو الأنيميشن أو ثلاثية الأبعاد. المنصة أيضا طرحت امبارح الأغنية الدعائية للمسلسل واللي بيغنيها النجم هشام عباس. هنشوف حاجة مختلفة تماما، حاجة تليق بمستوى أطفالنا، تعلمهم صح في كل حاجة، ضمنين محتواها ومن خلال عمل محترم، عمل راقي هيناسب الأطفال بمختلف الشرائح. طيب تفاصيل أكتر هنعرفها عن المسلسل من خلال مؤلف المسلسل الكاتب الأستاذ سيد بشير. أستاذ سيد، بعد التحية بقول لحضرتك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك. يعني أخيرا بقى عندنا مسلسل. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك الله يبارك فيك يا أستاذ يوسف. الله يبارك فيك يا فندم. مسلسل أنيميشن أو ثلاثي الأبعاد، كرتون ثلاثي الأبعاد، حاجة يعني في مصر كنا مستنيينها من زمان، ويبقى إنتاج مصري، إنتاج مصري خالص 100%. الفكرة جات لك منين أستاذ سيد؟ وخصوصا إذا كنا بنتكلم على ثلاثي الأبعاد ففي تحريك وفي شغل تاني خالص وتحضير. الفكرة بدأت إمتى وبدأتوا تنفذوا فيها إمتى وخدت وقت منكم قد إيه؟ طيب الأول بس، فكرة الأنيميشن أو الثري دي في مصر هي موجودة من زمان. خلينا نقول إن أمس حاجة حصلت في الأنيميشن الثري دي كانت رمضان اللي فات، موسم رمضان اللي فات، كانت يحيى وكنوز. أيوه. وكانت المحنية. دول كانوا من أميز المسلسلات الأنيميشن الثري دي. الفكرة موجودة من قديم، يعني من فترة طويلة في مصر، ولكن إحنا عندنا شوية مشاكل في الأنيميشن في مصر. فالشركة عندنا شركة بلو مونك، الشركة المنفذة للعمل، بالتعاون مع شركة واتشت أو منصة واتشت، قرروا إن هم يعملوا حاجة مختلفة عن السائد في السوق المصري. بنقول فيها إن إحنا عندنا كواليتي نقدر ننافس بيها الدول المتقدمة شوية في المجال ده. عندنا أرتست محترمين، عندنا أجهزة، عندنا تكنولوجي، عندنا كوادر بشرية. فإيه المشكلة إن إحنا نغامر وناخد المغامرة ونعمل ده؟ وخصوصا ان اطفالنا في مصر كلهم بلا استثناء، يعني لما بيمسك اليوتيوب او بيقعد يتفرج على فيلم، العناصر الجذب بتاعته اختلفت عن زمان. يعني كان زمان يقعد يتفرج على حدوته فيها مورال والكلام يبقى ببطء شديد وياخد الحدوته مره واثنين وثلاثه. النهارده الايقاع بقى اسرع، الريلز والسناب شات وما شابه خلى الحياه ايقاعها اسرع حتى مع الاطفال نفسهم. الولد الصغير ما عندوش طاقه انه يقعد يتفرج على حاجه مدتها طويله، على حاجه الابطال اللي فيها ساكنين. فمن هنا كان فكره ديسكفري اللي هو فكره المغامره، يلا نعمل مغامرات للطفل فيها فكره الاكشن والباور والسوبر هيرو اللي الطفل دايما بياخدها كقدوه ليه، وفي نفس الوقت من خلال العمل ده نعرفه شويه مبادئ وقيم، زائد ان احنا بنخليه يستكشف اماكن مختلفه في مصر. حلو. سواء في العصور الموجوده حاليا او العصور القديمه. جميل. تقدر تقول لي استاذ سيد ملخص كده لفكره المسلسل، يعني القصه بتاعته يعني مش هنحرق يعني، بس يعني حاجه كده عشان اقول لك هنحاول نحكي مختصر بدون حرق. لا مش هقول لحد.
اوعدك اوكي. يعني. تمام. الفكره باختصار، مهندس مصري شاب بيحاول يعمل لعبه تكنولوجيه الفيديو جيم، يخش بيها او يشارك بيها في مسابقه دوليه للالعاب الالكترونيه. فبيقابل صديقه ليه قديمه شويتين، بتبدا تتفاوض معاه على انها تشاركه هذه اللعبه اللي هي ضمن انها تكسب الجائزه. فلما بيرفض ده، هي بتقوم بقرصنه اللعبه. الفكره كلها تكنولوجي بحت. بتقرصن اللعبه وبتبدا بمجرد ما يجرب اللعبه دي مع اولاد اخوه اللي هم بطلين العمل معانا سيما وسليم، بيخشوا جوه اللعبه، بيدخلوا جواها. جوه اللعبة. اللعبه بتبتلعهم، اللعبه. فبيبدا هو يحاول جاهدا طوال الحلقات انقاذ الاطفال من جوه اللعبه دي. اللعبه عباره عن ميشن في اماكن كتير وفي احداث كتير مرت بمصر. اعتقد انها هتبسط الناس ان شاء الله، وده كان ممكن يكون باين شويه في البرومو يعني. طيب سريعا سريعا استاذ سيد، معلش، الشريحه المستهدفه اطفال ولا اطفال وكبار؟ والله وانا بكتب كنت مستهدف الاطفال تحت سن ال 50. كده 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 تمام، كده انا هتفرج بقى خلاص طالما تحت سن ال 50. استاذ بالظبط، سيد احنا كلنا كبار او صغيرين بنحب نتفرج على جدا. الانيميشن. فلما يكون قدامي صوره حلوه وحدوته كويسه، ايه المشكله ان انا اعمل ده؟ بالظبط، كل التوفيق استاذ سيد بشير مؤلف مسلسل ديسكفري، يعني بنتمنى التوفيق والتجارب تتكرر تاني وتالت ان شاء الله.